مشاهدي الكرام، نعتذر لدى حضراتكم عن هذا الانقطاع الناتج عن خلل فني خارج عن نطاقنا. يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم، والتي نأمل أن تجد منكم الدعم الكامل لتشق طريقها وتنمو وتترعرع في أحسن الظروف. كانت هذه نقطة البداية، وكان الخلل الفني يومها خارجاً عن نطاق التلفزة، أو هكذا قالت نزيهة المغربي أيقونة التلفزة في 31 من ماي سنة 66 و900 وألف. هكذا كانت الانطلاقة لأول قناة تلفزية تونسية لحماً ودماً، بأياد تونسية: البجي سانسا، إبراهيم الغضاب، محسن بودربالا وآخرون من جنود الخفاء. وكان هناك أيضاً المهندس الفذ، الذي كان له شرف هندسة إطلاق أول قناة تلفزية تونسية، أول مهندس تونسي خطط وطور وأطر وأطلق أول إشارة تلفزية تونسية. إنه المهندس المنجي الشافعي. باش نقول شهادة وإكبار لروح المهندس العلامة سي المنجي الشافعي كتلميذ ومرافق له في 4 محطات لاختصار الشهادة في مسيرة المرحوم. المحطة الأولى سبقت انطلاق التلفزة ب6 سنوات. التلفزة انطلقت عام 66 والشهادة هذه عام 61. أنا في المعهد الوطني التقني لو ليسي تكنيك دو تونس ليكس إيميل لوبي، صار أنه الأساتذة اللي كانوا يأمنوا في المواد العلمية والتقنية كانوا فرانسيس وانسحبوا، فتطوع جملة من المهندسين الشبان آنذاك وأمنوا هذه المواد، منهم سي المنجي الشافعي وزميله سي حمادي الربي. المواد اللي درسوها لنا هي الالكترونيك الى الالكتروتكنيك، لكن كان الدرس نتاعهم في مستوى عالي يفوت المستوى الثانوي. والهاجس هذا نتاع التكوين عند سي المنجي الشافعي كان ثابت طيلة حياته المهنية، دائما التكوين التكوين ودائما التكوين لتكون المقدرة والتمكن من التقنيات، وهو ثابت عنده للتفريق ما بين التقنيين، إلى حد أنه مع انطلاق التلفزة وبالتوازي أول شيء قررت الإدارة لازم بإلحام عند سي المنجي أنهم يبعثوا مركز تكوين خاص بالإذاعة والتلفزة لتكوين الإطارات اللازمة اللي يلزمها تشتغل على دار التلفزة. وبينما كانت الإدارة منكبة على اختيار مذيعات الربط من خلال المناظرات المتتالية وقسم الأخبار في اختيار مقدمي الأخبار، كانت الإدارة التقنية التي يشرف عليها المنجي الشافعي منكبة على تأمين البث اليومي من جهة، وتركيز محطات الإرسال والسهر على تواصل البث لتغطي التلفزة كل شبر من التراب التونسي بجودة عالية. حينها كان الزعيم الحبيب بورقيبة يدرك جيداً أهمية الوسائل السمعية البصرية لتثقيف الشعب ولجعل أهداف الدولة التنموية متاحة أمام الجماهير العريضة المتعطشة لأخبار تونس. فعديدة هي الجهات التي لم يكن يصلها البث لضعف الإرسال من على محطاتها كمحطة جريدة وبوغرنين وشعامبي وسيدي منصور وغيرها من محطات الإرسال. المهمة كانت صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة. أنا باش نحكي لكم على سي المنجي الشافعي الله يرحمه كيفاش جاء للتلفزة، الظروف اللي جاء فيها. الرئيس بورقيبة وقتها مازال رئيس حكومة ومازالت تونس في بداية الاستقلال، ماشيين للقصبة لرئاسة الحكومة باش نسجلوا البيان الأسبوعي متاع رئيس الحكومة. احنا خارجين بالسيارة متاع التسجيل، ما نفتن كان الباب متاعي أنا بجنبي تحل بقوة، ونلقى المهندس الفرنساوي وقتها عمل هكا، قال لي مسيو ديسوندي. كيفاش؟ قال لي ما عندكش حق، ما نقولهاش بالفرنساوي، قال لي ما عندكش حق أنت باش تركب في السيارة هذه لأنك ماكش مسوقر، ماكش أسوري. في الأثناء وأنا خالط باش ما لقيت التاكسي وباش وصلت بالسيركولاسيون، فهمتني، طلعوا الميكرو والخيوط، كمل البيان، خرجت صحفيين وكذا، وأنا الأخراني جيت هزيت الميكرو من قدامه والخيوط وباش نخرج. أنا وصلت للباب متاع المكتب متاعه، فلان محرزي إجا لهوني، شبيك جيت مأخر؟ قال لي تعرف أنا عندي التزامات وكذا، وقعدت 5 دقائق نستنى فيك حتى جيت. قلت له سيد الرئيس راهي مسألة معناها خاطيتني أنا، وحكيت له القصة. الوقت اللي أنا خلطنا به من الكاميونة تاع الإذاعة من دار الرئاسة من القصبة حتى المقر الإذاعة في ناش الحرية، المهندس الفرنساوي طار وقتها، تعين مكانه راجل عظيم من شباب تونس اسمه المنجي الشافعي عليه رحمة الله. عندما تصفحنا السيرة الذاتية لأحد رجالات التلفزة التونسية اتضح لنا من البداية وبالبنط العريض أن صاحب السيرة يمتلك من الخصال ما أهله لأن ينحت سيرة متأصلة تتصل بمساره التعليمي وتكوينه الثقافي والعلمي ليحقق لنفسه جزءاً من مطامحه في الحياة وجزءاً أكبر في مساعدة بلاده المستقلة حديثاً من كماشة المستعمر للنهوض بها وبدء عملية البناء على أسس علمية. أنا حقيقة عرفت المنجي الشافعي منذ بداياته في دار الإذاعة هذه الدار، ولكن وأعلم طبعا دوره الأساسي في تونسة الإطار التقني والاستقلال التقني للإذاعة التونسية. ولكن أنا أريد أن أقفز شوية في الزمن، يعني أنه توطدت علاقاتي به خاصة سنة 1978. لماذا؟ في تلك الأيام عين المرحوم سالم بوميزة مديراً عاماً للإذاعة والتلفزة، وأنا وقتها كنت في ديوان سيد وزير التربية المرحوم محمد المزالي اللي هو أيضاً كان مدير عام للإذاعة والتلفزة. في ذلك الوقت اتصل بي المرحوم الهادي نويران، وذهبت إليه في بيته ليس في قصر الحكومة. يقول لي تعين مدير عام جديد وسالم، يعني أنا أعتقد أنه يستطيع يعني يحسن الواحد، أنا نحبك أنت والمنجي الشافعي تعاونوا. المنجي الشافعي كان خارج مش موجود في الدار، كان في وزارة المواصلات كان مهتم بالأربسات وطبعا المنجي الشافعي كان أيضا صعبا يعني في علاقاته، وعنده مبادئ وعنده رأي وكان يطلب احترام رأيه يعني. فطبعا هو كان خارج هذه الدار. سي المنجي الشافعي كفاءة عالية. سي المنجي الشافعي تعلمنا عليه الكثير، احنا صغار وقتها، وكان عندنا احنا مرجع. سي المنجي الشافعي كان أول مهندس متخرج من ليكول سوبيريور دي تيليكوم تاع باريس. كان يأكد على التكوين المستمر. الوجه بتاعه هذا يقول لنا ردوا بالكم، التكنولوجيا بتاع الإذاعة والتلفزة راهي هاربة بنا. كان كل ما فما تظاهرة عالمية ولا معرض بتاع أجهزة ذو التقنيات الحديثة، كان ديما يبعث بثلاثة وأربعة مهندسين باش يشاركوا، وكان هذا كل عام يبعث حد، معناها أربعة خمسة، معناها وقتا نكونوا يقول لنا كونوا ألاباج. عرفت قيمة المنجي الشافعي رحمه الله بعد عام 66 عند بناء عند يعني تكوين التلفزة التونسية، لأني أنا كنت من الناس اللي كونوا التلفزة التونسية في مجال الإعلام، وأنا كنت المسؤول الأول على شريط الأنباء، وكلمة شريط الأنباء هي من عندي أنا، معناها دروا دوتور فيها بتاع شريط الأنباء عندي أنا. وقتها طبعا العمل يعني توسع، ما عادش التجربة نتاع الإذاعة ولا التجربة نتاع التلفزة، وكان اتصال مباشر بالزميل إبراهيم الغضاب اللي كان مسؤول على المخبر لابوراتوار نتاع تحميض الافلام، لان كانت مش كيما توا بالمانيتوسكوب وبالاجهزه الجديده، كنا الاخبار نصوروها بالبالن هاول، معناها الكاميرا اللي تعمل باليد تتعمر فهمتني وكذا، وبعد نروحوا للاذاعه ونسلموا تصاور هذيك تسجيلات الفيلم اللي عملناه، ياخذوا سي ابراهيم وسي الهادي المحرزي اللي كان المساعد متاعه فهمتني ويحمضوهم، وكان عملنا فيلم كامل، ومن بعد يقع المونتاج ولصقوه بالسكوتش. المنجي الشافعي ذو 29 ربيعا في غرة جان في 1959 التحق بمقرات الإذاعة الوطنية ب 71 شارع الحرية، عقدين بعد انطلاقها سنة 38 و900 ألف، حينما كانت تسمى إذاعة تونس البريد. كان المهندس المنجي الشافعي أول مهندس تونسي في الاتصالات في الإذاعة والتلفزة، مما مكن الإذاعة من تطوير إرسالها، كما كان له الفضل في بداية البث المستمر للتلفزة التونسية بداية من جانفي 66 و900 ألف. في ذلك الشهر في شهر جانفي 66 بدأ البث التجريبي المنتظم بعد البث التجريبي الذي انطلق 3 أشهر في السنة التي سبقتها، لينطلق رسميا البث على مدى بضع ساعات، ولتبدأ مرحلة طويلة من الإنتاج والإبداع والتأريخ للحركة الثقافية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية في تونس بداية من ذلك التاريخ. كان هو اللي شرف على تركيز شبكة الإرسال، شبكة البث والإرسال متاع التلفزة، يعني يختار المراكز متاع محطات الإرسال، وهذا يستوجب منه أنه يعرف الجغرافيا متاع البلاد معرفة جيدة وعميقة، باش خاطر محطة الإرسال باش تثبتها يعني تكلفة كبيرة ومعرفة كبيرة، ويزمك إذا كان في الجبل تطلع الجبل وتعمل بيست وتعمل كذا، معناها شيء كبير. وكان هو المهندس المخطط والمرجع في هذا، إلى حد أنه كان مرجع دولي. كان يرافقه في الشغل هذا في المشروع بتاع تركيز الشبكة التلفزية الزميل الطيب بن يوسف، ربي يطول في عمره. دولة الكامرون حب لما أقرت أنها تبعث التلفزة في الكاميرون التجأوا إلى الاتحاد الدولي للمواصلات الويتي، وشرطت عليها أنها تكون فريق من الخبراء لإنجاز الدراسات والسهر على إتمام الصفقات. وكان الفريق متكون من زوز توانسة وزوز سويسريين يرأسهم سي المنجي الشافعي وكان هو المقرر. تم المشروع ويلزم المشروع يتم في وقت واحد، والمواطنين في الكاميرون ياخذوا التلفزة نهار واحد، ما فماش مرحلين، لازمك تعمل شبكة الإرسال كاملة وتعمل دار تلفزة للإنتاج وتعمل إذاعة تلفزات جهوية في الجهات خاصة في الأقاليم الكبرى، ويلزمهم يخدموا فرد وقت. لكن سي المنجي ألح أن قبل ما يصير هذا التركيز هذا يصير تركيز مركز تكوين لتكوين الإطارات اللازمة باش تشغل هالمشروع الكل إنتاجا وبثا. سي المنجي في تلك الفترة سافرت معه إلى اليونان، سافرنا إلى أثينا في ذلك الوقت لحضور اجتماع أو حضور الجلسة العامة الانتخابية لليوير، يعني الاتحاد الأوروبي للإذاعات والتلفزيات، بحيث مشيتي معاه سي المنجي كانت مفيدة للغاية بالنسبة إلي وبالنسبة للمسؤوليات التي سأتولاها من بعد. فأولا شفت المنجي الشافعي والمنزلة التي يحظى بها لدى كبار المهندسين والمسؤولين والتقنيين في أوروبا، هذا نفسه شيء يعني كان مشرف وقد لاحظته بنفسي. ثم كان تونس وأعتقد بفضله هو كان لها دور فاعل وكبير في إطار هذا الاتحاد اللي احنا اخدمنا معاه واللي استفدنا منه واستفاد منه، وتونس كانت مركز بث ومركز تبادل أخبار، وكان هذا فيه حتى مداخيل لتونس. ثم لما أنا توليت يعني الإذاعة وتلوين الإدارة العامة طبعا سي المنجي كان معايا، ولكن استقر الرأي إذ ذاك على الانفصال، فصل الإرسال عن الإنتاج والبث إلى آخره. أنا الحقيقة كنت ممتنعة امتناع كبير، لكن لا علينا، فاقبلت على مضض أن يقع هذا البتر في أعضاء الإذاعة، وكان إحقاقا الحق المهندسين مهندسي الإرسال في المحطات كانوا متألمين من هذا الخروج. لماذا أقول هذا الكلام مهم جدا؟ كانت هناك عائلة، أسرة الإذاعة والتلفزة ببرامجها باستوديوهاتها وببثها كانت حقيقة أسرة حقيقية، ونتعامل على هذا الأساس. سي المنجي إنسان جدي ياسر ويعرف مهنته بالقدا بالقدا، فهمت؟ وانا خدمت معاه وكلفني بالريزو، معناها المحطات الكل نتاع الارسال الاذاعي والتلفزي. سي المنجي حارس على كل شيء، هو اللي ركز المحطات الرئيسيه الكل ومع المحطات هذوكم من بعد زاد تطورنا ومددنا في الريزو باش نغطيو لي زون دومبر، فهمت؟ بالديريماتور وبرشا محطات اخرين ثانويه. وانسان معناها قوي ياسر ويعرف، ووقت اللي تبدا تخدم معاه هذه من الحوايج اللي برشا ما يعرفوهاش، يبدا يتسلي فيك من غير ما تفيق، معناها يمتحن فيك، يا هل ترى فهمتني انت على وتر ولا لا، ويعلمك. هو اللي يشرف على ريزو هذا الكل، معناها محطات كامل تراب الجمهورية، وفي عهده هو ركزنا الوحدة الرايونو امتداد الشان الإيطاليان اللي كانت في بوغرنين برك ولات في كامل تراب الجمهورية. وفي عهده هو زاد للدوزيام شان، الدوزيام شان زاد فهمتني ريزو كامل في محطات، فرد محطات والكل شرف عليهم هو. زاد بيان سور وقتها احنا تابعين المواصلات والمواصلات عندها الماديات، وعلاش انسلخنا احنا اداره الارسال الاذاعه والتلفزيون بعد تاع الاذاعه، على خاطر الاذاعه ما عادش عندها، ما عندهاش فلوس باش تعمل برودكسيون وترانزميسيون. شكون اللي عندها الفلوس؟ اداره المواصلات. قبلتنا اداره المواصلات تطورت، زاد تطور الريزو واحد بالكدا وكل شيء. اللي نعرفه على سي المنجي انا خاطر كولابوراتور نتاعو من قريب، انسان معناه جد ياسر، والخدمه الخدمه الخدمه الخدمه، انسان خدام. وهذا الوقت ما نعرفوش، وسيرتو نحبوا زيرو كوبيور، يقولوا لنا زيرو كوبيور، خاطر تو واحد يعمل برودكسيون ويعطيه الترانسميسيون، الاميتور يتيحهم بان سي فهمت. ولا كان الواحد يحرص على ديما الماتريال يكون امبونيتا وكل شيء، ولا يرحمه. كان حلم الشافعي وهو صغير أن يمتهن خطة في الاتصالات وأن يتعلم خباياها، وهو الطفل الذي عايش الحرب العالمية الثانية، وكان منبهرا بالإذاعة التي كانت تبث أخبار الجبهات، ولعلها أثرت فيه وفي أفكاره التي نبتت في هذه التربة وتبلورت وجعلته يندفع يافعا بكل أحاسيسه إلى ولوج مملكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ليتعقبها بكل تأن وترون حتى أصبح يشار له بالبنان. حتى إنه بعد خروجه في التقاعد كان صاحب فكرة إنشاء المعهد العالي لفنون الملتيميديا والمعهد العالي للسمع البصري والسينما بجمرت، وكذلك انطلاق الهاتف الجوال. وكان قبلها من وضعي برامج إطلاق الأقمار الاصطناعية كعربسات، وأيضا مهندسا لإطلاق العديد من القنوات الإفريقية كتلفزة الكاميرون، واستشير في بيروت والرياض واليمن والصومال، وكان من بين مهندسي وضع التلفزة التونسية على يوتلسات سنة 93 و 900 و 1000. Comment préparer la Tunisie à la société de l'information؟ صار هذا 97 في المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية. وكان الفريق مكون من خبراء في الاقتصاد في المواصلات، وكان السي المنجي هو اللي رأس الفريق هذا، وكان هو المقرر له من مخرجات الدراسة هذه. زوز حاجات اللي يعرفوهم الناس الكل. أولا الجوال لو بورتابل، وقتها كانت نسبة لو تو دو بينيتراسيون نتاع التليفون، الهدف نتاع وزارة المواصلات أنها نوصلوا ل 6% من التوانسة عندهم تليفون. شنو المشكل؟ الخيط، جبدان الخيط. فاقترحنا عليه أنه نقصوا الخيط بتاع التليفون هذا ونحسنوا من النسبة هذه. وكان البورتابل المدارس الأولى للتعليم العالي في السمع والبصري والسينما والملتيميديا. أول واحد كان عام 2000 في منوبة لزام. المعهد الثاني أعلى شوية 2004، وهي المدرسة العليا للسمع البصري والسينما في جمرت. سي المنجي في العائلة كان معناها يلقى الوقت، معناها رغم اللي يخدم برشا ويلقى الوقت باش يخصص وقت لعائلته. يدخل الدار كان يلزم يتفقد دروسها البنت ولا احنا ما كناش نعملوا صوايع زايده لصغارنا، ما نقريو حدنا، يقريها لي مات لي فيزيك يطبعها. il avait du temps consacré à tout le monde يعني حتى العائله الكبيره يعني لازم ياخذوا بالخاطر الناس الكل. حتى en tant que mari il avait du temps معناها للناس الكل يعني كل حاجه في طريقها. دي تري جينيرو معناها قلب كبير معناها من كل ناحيه. في الدار مش صعيب، في الدار مش صعيب، الصعبه بتاعو يخليه في الخدمه خاطر سامحني نتكلم بالفرنسيس شويه. إليتي ريغورو معناها قد قد في كل من كل ناحيه. إليتي تري ريغورو لازم قد قد كل شيء لازم قد قد. هذيك حتى في خدمته. في الدار لا إلي ديتوندو أبخي تو. الدار المنزل معمول للراحه وكان مرتاح. بون كان سا البريكول مي با بوكو مش ياسر. لا ليكتور يقرا برشا، ديما تلقاه عنده ان جورنال، كتاب، اون ريفو لازم في يدو ثما حاجه، لازم يقرا. اي كنت وراه شويه بيان سور لازم. والله ساعه براحه البال باش يقعد مرتاح في خدمته في نفسيته وكل شيء من ناحيه. من ناحيه سور لو بلان انترناسيونال مثلا كيف يقبل ولا حاجه، انا كنت مستعده معناها باش نقبل ولا باش نضيف العباد اللي يحب هو يكرمهم. خاطر ما تنساوش اللي احنا معناها عشنا لو لوندومان دو لانديبوندونس، معناها كانت عندنا هكا الفوحه نتاع لانديبوندونس خاطر كنا تحت الاستعمار، احنا عشناها هذيك. دونك يا سيت ايديولوجي il fallait faire quelque chose pour la Tunisie, il faut donner à la Tunisie. هذيك احنا بهذيك احنا التنجي بتاعنا كان هكا راهو، كان كنا تونس نعطي اش نعطيو لتونس، ماناش نستناو حتى تونس تعطينا، احنا نعطيوها واحنا هكاك. وحتى انا دون مون رول لو موديست j'essayais de représenter à travers mon mari un petit peu le visage de la Tunisie اللي تتقبل واللي تفرح واللي تعطي وجه باهي للبلاد. Il a beaucoup de qualités. D'abord, il est très droit, il est très honnête, il est très généreux. Et c'est quelqu'un de très tranquille à la maison et c'est un معناها يريحك في الدار، ماهوش سي با كالكان كو تبيرتورب يعني. إي ني با ديفيسيل، ماهوش صعيب بالكل. كل شيء تقال قبل وكاهو. شخصيته معناها شخصية قوية في الضمير، معناها يفرض على اللي يخدم معاه واللي يتعامل معاه الضمير والإخلاص، فهمتني؟ الصدق في القول والإخلاص في العمل. هذيك احنا كان الديدن متاعنا، وهذاك الشعار متاعنا في جميع الأعمال اللي قمنا بهم في الفترة اللي تبنات بها تونس المستقلة. نصيحتي للناس، هو السيد هذايا قدوة، كان لنا نحن قدوة، وماني ما عنديش حتى شك في أن الإطارات اللي موجودة في الإذاعة والتلفزة وفي الإرسال مراجع، معناها نسمعوا الكلام نتاعهم وننتفعوا من التجارب نتاعهم. كان قدوة لنا، كان قدوة على خاطر كان يفرض الاحترام ونحترموه، فهمتني؟ وسي المنجي كان يدافع علينا كابتكنيسيانات، معناها كان كيبونا وكيف هذا، وبصمته راهي تقعد خالده طول الحياه. الله يرحمه. قل له كيف تدخل الميدان بتاع التلفزه والاذاعه نتكلم عليها، يلزمك عندك فما تعثقه تضحي في حياتك العائليه، خاطر تولي ما عادش تعرف الوقت، مش هذا تقتل في إدارة 8 ساعات ولا 6 ساعات. ما احنا كي ندخلوا نخدموا ما عادش نعرفوا الوقت. ثم تضحية كيف تدخل للعالم تاع التلفزة والإذاعة. نحن كنا نعمل في فترة بناء الدولة، وفترة بناء الدولة كان فيها يعني شبه عمل صوفي، كلنا كنا مجندين، نعتبر أنفسنا جنود في بناء الدولة، دولة الحداثة، دولة التقدم. هذه كنا كلنا مقتنعين بها، كل المسؤولين كانوا يعتبروا أنفسهم جنود، لا عندهم وقت، يعني كل شيء مخصص للعمل. ما كنا ما عندناش يعني أن احنا تخرج في الوقت الفلاني، كنا المسؤولين والمهندسين وكل اللي هما كانوا معنا، اللي معايا معنا مدير الإذاعة، مدير التلفزة، كلهم الوقت كامل لهذه الدار. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أنا شخصيا كنت أحيانا أنظر حواليا، تجيني ملاحظات، شنيا هيك المسرحية اللي عديتوها، هاي ملغمة، هاي فيها ياسر في الفلكحل، هذا كل كان يجيني يعني، وتجيني يعني أوامر متاع اكبس شوية. تجيني ساعات نبدأ نقول والله توا هكا معناها مسرحية ضحكت الناس، الناس الكل فرحوا بها. ناخذ مثال مسرحية عبد القادر مقداد، عمار بالزور، تونس كاملة عديناها على مرتين، تونس كاملة تفرغ ليلتين يعني اللي تعدات في المسرح هذا. لكن هذيك تثبت لي أنا في متاعب كبيرة أرويها في كتاب. إنما نقول له كان هاو الهاجس اللي كان عندي، نقول له كان فما شوية حرية، عندنا منتجين، عندنا مواهب في كل المجالات. المسرحية اللي عديتوها، هاي ملغمة، هاي فيها ياسر في الفلكحل، هذه كل كان يجيني يعني، وتجيني يعني أوامر متاع اكبس شوية. تجيني ساعات نبدأ نقول والله توا هكا معناها مسرحية ضحكت الناس، الناس الكل فرحوا بها. ناخذ مثال مسرحية عبد القادر مقداد، عمار بالزور، تونس كاملة عديناها على مرتين، تونس كاملة تفرغ ليلتين يعني اللي تعدات في المسرح هذا. لكن هذيك تثبت لي أنا في متاعب كبيرة أرويها في كتاب. إنما نقول له كان هاو الهاجس اللي كان عندي، نقول له كان فما شوية حرية، عندنا منتجين، عندنا مواهب في كل المجالات، بشوية حرية كنا نجم نعملوا معجزات. هذا كان يجي البالي. اليوم الحرية جات، نستنى في المعجزة. هكذا كانت الرؤية، وهكذا كان الطموح، وهكذا كانت الاستجابة. شباب تونسي من كافة الجامعات عادوا للمشاركة بخبراتهم في نحت تونس الحديثة، والفكرة لم تتبلور بعد. متخرجون جدد فرحون بالاستقلال، ولديهم الرغبة في بناء دولة تركها المستعمر ترزح تحت الفقر والاحتياج والفراغ، ملأها أصحابها بكل المعرفة التي تمكنوا منها ومن ناصية العلم الذي تعلموه، حاملين لواء الوطن ومعول البناء في تقاطع مع العمل بإخلاص ومجاراة الحداثة. إن ذكرى الأولين وسيرهم الذاتية يصعب تفكيكها أو تأريخها، لأن اللغة لا تنسخ الواقع كما قال بارت، ولست أدعي أني نقلت الواقع كما هو، بل حاولت أن أعرف المشاهدين وكل أبناء التلفزة على أحد قيدومي البدايات والمؤسسين الأوائل، لتكون سيرهم نبراسا للبقية، لأن من يلج عالم التلفزة من منطلقات معمقة ويعمل بتفان فلا بد لأمنياته أن تتحقق على مسرح الحياة والإبداع. رحم الله المنجي الشافعي وكل من ساهم في بناء التلفزة ولو حتى بفكرة.